الحاجه الاولى شو ماشي هما الناس دوك شباب القبائل لونطواج كاع ويسال في التشويه تاع السمعه تاع الفريق باسكو انت اللاعب اللي عندك في ليكيب على بالك كاع كل واحد واش يدير هذا ويدير كذا ما كاش اللي ما على بالوش حمزه مش طالع تما انت لو كان تقب طلابسي من الاول ما تسالاش هكذا هما يعني تحس اللاعبين ربما هما داروا نفسها ما انا واحد ما ناكسبتيهاش باسكو مخاوتي وكانوا صحابي ولعبنا كيف كيف وكلينا كيف كيف وبتنا كيف بصح شنو لعب سالي دارا شغل ما كاش واحد ينجم يجوز عليهم زعما يقول لك معليش وصغار باسكو دارا نفسها غلطوا بصح من قبل ما يغلطوا كانوا كاباب يجبدوهم باش ما يغلطوش دوك هاد اللاعبين الله يهديهم يا باسكو عيب بالفامي لوالديهم عباك انت يا دوك يماك تسمع وليدك وكاين انت ما تخممش يماك تقالك حتولي اب سجن وما تشوهش السمعه تاع عائلتك معليش السجن والسبيطار ما تنجمش تنبأ بهم كاع ما تنجمش عباك شوش كاين دوك نخرجوا وش حيكون مين بصح انت تدخل للسجن وتجي تشوه السمعه تاع عائلتك بهذا الزبل هذا يا خويا انا عيب انا نطلب منهم يحشموا يا